برحب بيكم مشاهدينا الكرام في كل مكان في حلقة جديدة من حوار اليوم، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. احنا النهاردة هنتحدث عن المرأة التي تعيش عصرها الذهبي في ظل يعني دائما القيادة السياسية التي تدعم المرأة على كافة المناحي. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما في الحقيقة في كلماته بيشيد بالمرأة المصرية وما تحققه من إنجازات على أرض الواقع، ومن هنا كان يعني هناك ثقة كاملة في المرأة بتبوائها العديد من المناصب. فهنتحدث عن المرأة في عصرها الذهبي في الجمهورية الجديدة، والجمهورية الجديدة تعيد المرأة مكانتها والتمكين والحماية، مسيرة كفاح ونجاح بالنسبة للمرأة المصرية، والإرادة السياسية كلمة السر وراء نجاح تمكين المرأة كما أشرت من قبل. يسعدنا أن يكون معنا سيادة المستشارة حنان كساب، الأمين العام لشؤون المرأة العربية في المجلس العالمي للاقتصاد الأخضر والأمم المتحدة. برحب بحضرتك وكل عام وحضرتك بخير. وأنت طيبة، أهلا بيك. نتابع معكم هذا التقرير ونبدأ الحوار. مرحب بكم مرة أخرى. يعني سيادة المستشارة، الحقيقة إحنا في العشر سنوات الماضية حظيت المرأة المصرية الحقيقة بخطوات مهمة فيما يخص جميع أنواع التمكين، وكانت القيادة السياسية طبعا وراء هذا النجاح. كيف ترين المرأة المصرية في الجمهورية الجديدة في ظل هذا الحديث عن العشر سنوات الماضية؟ هو العشر سنوات أو من اعتلاء السيد الرئيس والقيادة السياسية من 2014 تحديدا، القيادة السياسية أمنت أن تمكين المرأة بقى واجب وطني علشان دورها يبقى دور فعال في المجتمع. فبصراحة من دستور 2014 أخذت في 20 مادة بتنظم، تحط الدستور ب 20 مادة بتنظم حقوق المرأة، وحقوق أخذت حقوق كتيرة جدا في الفترة من 2014 لحد دلوقتي. احنا في إنجازات خاصة بالمرأة، حقوقها اللي قدرت تاخدها واللي ادهالها والقيادة السياسية سمحت بيها، وفي نفس الوقت هي بدأت تحط رجلها وخطوات كاملة في النجاح والوصول للأهداف اللي القيادة السياسية
تمنتها في بدعمها للمرأة المصرية. طيب. ممكن نتكلم عن العشرين مادة دي أهمهم يعني بالنسبة للمرأة ما يخص؟ هو بصي، هي أهم المواد كانت المساواة، كانت العنف والتميز، حقوق المرأة، اعتلاء المرأة المناصب القيادية في كل جهات الدولة، يعني كل معظم المواد اللي تم في الدستور كانت بتنادي بالوقوف بجانب المرأة ومساندتها في الحياة العملية اللي هي هتبتدي تخش فيها أو تدخل فيها وتخوضها كمعارك عشان تقدر تقف على أرض صلبة. طيب عايزين نتكلم عن الاستراتيجية القومية لتمكين المرأة 2030 في ظل يعني احنا شايفين الحقيقة العصر الذهبي للمرأة في كافة مناحي الحياة، فعايزين نتكلم عن هذه الاستراتيجية. هي مجرد فكرة تمكين المرأة اقتصاديا، الدولة اعطتها صلاحيات لتقدر انها تاخد قوتها، يعني تحولها من متلقية للدعم لداعمة، وانها تقدر تقف على رجلها وتقدر هي تشارك المجتمع في كل مجالاته. فده كان من أهم الإنجازات اللي عملتها الدولة في التمكين في العصر الذهبي للمرأة المصرية والتمكين 2030. نعم، كيف ترين تصدر المرأة في العمل في العمل العام؟ لا، هي المرأة نجحت كتير قوي في الفترة دي. طبعا احنا تصدرنا في كل المجالات، هو ما فيش مجال دلوقتي المرأة مش موجودة فيه. انا هقول حاجة بسيطة قوي حصلت دلوقتي حالا وانا جاية في اللقاء التلفزيوني. احنا دلوقتي الجو الحرارة عالية جدا، عايزة اقول لحضرتك واحنا بتبقي ماشية في الشارع بتلاقي المرأة أو العمال اللي هم البسطاء جدا اللي هم بينظفوا الشوارع. لو هقول لك إن تقريبا معظم الشوارع خلت من الرجال وموجود هي السيدات اللي واقفة في عز الحر علشان خاطر تقدر إن هي زي ما قلت لحضرتك تجيب قوت يومها أو إن هي تقدر تثبت نجاحها حتى في الأعمال البسيطة. فده إذا دل على إن السيدة بتقدر إن هي لما بتخوض معركة لازم تنتصر فيها. فده كان أنا لاحظت الموضوع ده كتير قوي، بس النهاردة كان عشان الجو حر شوية، ففعلا أنا لقيت إن الست هي اللي موجودة في الشارع مش الراجل. طب ده ياخدنا لنقطة غاية في الأهمية الحقيقة فيما يخص التمكين الاقتصادي للمرأة. في طبعا خطوات ثابتة اتخذت على مدار 10 سنوات حتى يمكن للمرأة أن تتمكن اقتصاديا. في ظل حديث حضرتك، هل بالفعل المرأة حظيت بهذا التمكين واستغلته الاستغلال الأمثل؟ طبعا طبعا أكيد، مجرد أن المرأة شاركت في كل المجالات. انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، احنا زي ما قلت ان المراه موجوده في المجالات من الاعمال البسيطه لحد الوزراء. يعني احنا عندنا وزراء، عندنا مجلس نواب بقى فيه 25% دلوقتي، عندنا مجلس الشيوخ 14%، في نوابات محافظين بوصلوا ل 31%، المراه وصلت للنيابه العامه، وصلت لمجلس الدوله. كل ده انجازات للمراه، وكل ده معناها ان هي نجحت وإن هي قدرت توصل لمجال الخطوات السليمة على طريق نجاحها وطريق مساندتها للدولة المصرية. طيب فيما يخص تلك المناصب، حضرتك شايفة المرأة المصرية وأدائها فيما يخص تلك المناصب؟ لا طبعا، هي أنا هرجع تاني لنقطة بسيطة خالص، هي نقطة سيدات شوية. الست لما بتنزل الشغل او المرأة لما بتنزل الشغل بتبقى خايفة قوي على سمعتها وخايفة على اولادها، فبتبتدي كل الاخطاء اللي ممكن يقع فيها الرجل هي بتحاول تبعد عن الشبهات علشان تقدر تنجح في عملها وتنجح في بيتها وتنجح مع اولادها. فطبيعي اي اعتلاء في اي منصب
السيدة بتاخده بتلاقي نسبة الفساد فيه بقت تقريبا قلت، لا مش عايزة أقول لك أكتر من 1 أو 2%. فده طبعا نجاح ليها، وده دي طبيعة المرأة إن هي ما بتحبش إن سمعتها وسمعة أولادها وسمعة بيتها، وبرضه إنها تثبت نجاحها في أي عمل أيا كان، سواء زي ما قلت لحضرتك عمل بسيط أو من الأعمال المنجزة للدولة المصرية، بس في كل الأعمال هي نجحت ونجاح باهر وبأسامي معروفة. طيب يعني الحقيقة ده خلى هناك ثقة كبيرة بالنسبة للقيادة السياسية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إعطاء المزيد والمزيد للمرأة، شايفة إيه حضرتك؟ حقيقي ما هو ده اللي فعل، ما هي لو إحنا ما نجحناش ما كانتش القيادة السياسية إدتنا الخطوات دي، ما كانتش ما كناش أنا هقول لحضرتك حاجة، إحنا في أماكن كانت قاصرة تماما على الرجال زي النيابة العامة ومجلس الدولة، ما كانش كان مستحيل تلاقي سيدة موجودة وكيلة نيابة مثلا، كنا بنشوفها في النيابة الإدارية، لكن النيابة العامة لا، دلوقتي بقت في النيابة العامة وبقت في مجلس الدولة، بقت في سيدات دلوقتي تعينوا في مجلس الدولة في التعيينات الأخيرة، وده طبعا بإشراف القيادة السياسية إن طالما أنت نجحتي في مجال وأثبتي جدارتك يبقى هتنجحي في المجال اللي بعديه. طيب. عشان كده احنا موجودين في كل حتة وكل الأماكن، بصي في أي مجال موجود في الدولة أي وظيفة دلوقتي لازم هتلاقي فيها نسبة مشاركة للمرأة فيها. طيب كيف رصدتي عمل المرأة المصرية فيما يخص الملف الاقتصادي في مصر؟ إن هو نجاحها في الملف الاقتصادي علشان نجاحها في البيت، انت لو ما تشوفي مين اللي بيمسك، نجيبها برضو من الأول، مين اللي بيمسك الاقتصاد بتاع البيت في الأول؟ هي السيدة. طالما هي قدرت تنجح في الملف الداخلي فأكيد هي نجحت في الملف الخارجي، فأي مجال بتمسكه فيها المرأة، مجال اقتصادي، في أي عمل اقتصادي، في المشروعات الصغيرة المتناهية الصغر، في المشروعات الاقتصادية، في البنوك، في أي مجال بيبقى فيه عمل أو حاجة خاصة بالاقتصاد أكيد بتنجح. عايزين أقول لك إن القوة الشرائية أصلا في المجال بيبقى 80% والمرأة هي اللي بتساهم فيها، فطبيعي جدا إن إحنا كان لازم الخطوة دي تحصل علشان خاطر المرأة تبقى تثبت برضو جدارتها في المجال الاقتصادي. هناك برامج عدة اجتماعية أطلقتها الدولة لحماية المرأة من النواحي فيما يخص العدالة الاجتماعية، مثلا على سبيل المثال حياة كريمة، هذا البرنامج العظيم الحقيقة اللي بيستهدف كل محافظات مصر، ممكن نتحدث عن هذا الأمر؟ حياة كريمة هي ساعدت السيدة طبعا البسيطة إن هي توفر لها حياة كريمة زي المنطلق الاسم نفسه، فده كان وجود المرأة أو وجود المبادرة الرائعة اللي حصلت دي ساعدتها طبعا إن هي تقدر تعدي المرحلة إنها تقدر حتى تجيب قوت يومها في كل المجالات، فهي ساعدتها في المجال الصناعي والزراعي وكل حاجة هي طلبت اللي هي طلبته بدأنا نساعدها فيها في حياة كريمة. كيف ترين الحقيقة التعاون المصري مع المنظمات الدولية لتمكين المرأة؟ يعني هناك برنامج رابحة الذي تديره منظمة الأمم المتحدة بهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة. كل المنظمات الدولية اللي المرأة أو الدولة دخلت فيها إحنا نجحنا فيها. أنا هقول لحضرتك حاجة، في المجلس القومي للمرأة سنة يعني من فترة أخذ عضوية في الأمم المتحدة 106 بالأصوات ب 176 خاص بالمرأة برضو والعنف ضد المرأة، فده شيء ده نجاح لينا في مش في رابحة بس، في كل المجالات في أفريقيا، في الأمم المتحدة، في كل المجالات اللي دخلت فيها خاصة يعني كحرب علشان تقدر تثبت نفسها بره المجتمع المصري أو بره الحدود المصرية، الحمد لله الدنيا بقت كويسة قوي والمرأة المصرية برضو ثبتت نجاحها فيها. طيب عايزين نتكلم عن دور الحقيقة
العمل الأهلي. احنا اتكلمنا عن العمل العام، ولكن عايزين نتكلم أيضا على العمل العام وجمعيات الأهلية ومساندتها للمرأة المصرية في برامج الحقيقة محددة، وأيضا منظمات دولية بتدعمها. ما هي الجمعيات الأهلية اللي تم إنشائها؟ بتتم عن طريق المرأة برضو. هتلاقي اللي ماسكة الجمعية الأهلية هي سيدها، بتنادي بكل كل جمعية أهلية ليها أهدافها خاصة بالمرأة، بتساندها الدولة، بتطلب مساعدات من الدولة، بتطلب تمكين علشان خاطر تقدر تساعد السيدات اللي هم لا يستطيعوا الوصول للعمل، حتى لو العمل العادي أو العمل العام. فده شيء موجود، ولو دورتي عليه هتلاقي ان جميع المؤسسات الأهلية هي خاصة بسيدات نفسها، هي بتدور على شيء يخص المرأة علشان تقدر تساعدها فيه. طيب، نحن تحدثنا عن يعني الإيجابيات وما يحدث على أرض الواقع. طيب، عايزين نتكلم عن يعني السلبيات، ومن أهم السلبيات الموجودة إن المرأة حتى هذه اللحظة كثير من النساء طبعا ما بيعرفوش حقوقهم إيه. يعني إحنا اتكلمنا عن فيما يخص التوصيف القضائي والدستوري، ولكن المرأة نفسها عندها مشكلة إنها ما بتبقاش فاهمة إيه اللي هي مطلوب منها إنها تعمله. دي زي ما قلت حضرتك، الجمعيات بقى الجمعيات الأهلية، الإعلام، لازم يبقى في ثقافة قانونية للمرأة المصرية البسيطة قبل المرأة. عايزة أقول لحضرتك إن مجرد الثقافة، حتى لو سيدة وصلت لمستوى عالي جدا في المناصب في الدولة، فهتلاقي عندها نسبة بسيطة جدا في الثقافة القانونية، وده مش عيب على فكرة، لأن هي مش مطالبة إن هي تبقى أو الحياة العامة أو الحياة مش لا، أنا بتكلم عن النقطة دي علشان في لغاية دلوقتي يعني ما أنت هتقدري توصلي لهم إزاي غير عن طريق عادات قديمة، كمثلا عدم إعطاء المرأة لميراثها على سبيل المثال. لا، ده المثال. قانون الميراث ده خلاص احنا كنا دخلنا فيه، خلاص ده من القوانين اللي الدولة تم عدلتها. احنا قلنا من 2014 لحد دلوقتي في من أهم القوانين زي قانون العنف ضد المرأة، قانون الميراث. كانت المرأة بتقعد سنين ما بتاخدش فلوسها، ميراثها من خالص تماما. قانون الميراث نزل، هو القانون، عايزة أوضح نقطة، لما بينزل تعديل للقانون هو ما بينزلش للمرأة بس، هو بينزل للحياة العامة كلها في الدولة، يعني للمرأة والرجل والطفل. لكن احنا بناخد القوانين اللي هي بتعزز المرأة، اللي هي بتقف جنبها. قانون من ضمنهم قانون المواريث، تم تعديل القانون ان اي حد بيتم اخفاء ميراثه او بيتم اخفاء اي حاجه من الميراث او منعه بيتم حبسه. فده الميراث هو نوع من انواع العنف التي توجه ضد المرأة. يعني لا، العنف حاجه، هو عنف عنف معنوي. لا، هو عنف، يعني هو ميراث. عايزه اقول لك احنا بنورث عادات وتقاليد، فالعادات والتقاليد المصريه القديمه من الصعيد مصر، لو دي تبقى كانت ظاهره قوي لحد طبعا عندنا، كانت ما فيش كلام ده، ما فيش، الست ما بتاخدش حاجه، ممنوع. ما هي المشكلة إنها بتبقى في نفس العائلة، فالمشكلة بتبقى إيه؟ إن العادات والتقاليد بتدخل، يعني هو دستوريا في حماية للمرأة، ولكن أحيانا العادات والتقاليد حتى فيما يخص بقية القضايا، العنف الذي يوجه ضد المرأة سواء ختان الإناث، سواء يعني الزواج المبكر للفتاة المصرية، ففي أنواع معينة دي مرتبطة بعادات وتقاليد كيف يمكن تغييرها؟ ما هو احنا غيرناها اولا بان احنا نفتح المجال للسيده المصريه انها تبقى عندها وعي قانوني اولا ووعي عام عشان تقدري تعرفي حقوقك. في الاول ما كانش عندنا الوعي ده، ما كانش موجود، لكن بعد تغيير القوانين وتغيير قانون الميراث وقانون العنف ضد المراه وقانون الطفل وقوانين كتيره جدا تم تغييرها وتعديلات على القوانين اللي هي بتساند المراه، دورنا بقى ان احنا نوصل للسيدة انك انت مسنودة من الدولة المصرية، ان كل القوانين دي بقت لصالحك. احنا بقينا وصلنا لمرحلة ان احنا بنقدر ناخد حقنا كله
في الميراث وحقنا في كل حاجة. أنا عايز أتكلم في قانون كمان تفضل مهم جدا تم تعديله وتم في القانون في جرائم تقنية المعلومات وتنظيم الاتصالات. القانون ده طلع عايزة أقول لحضرتك هو أكتر للمرأة. ده قانون مهم جدا في الفترة دي بالذات علشان فترة الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي واللي احنا بنشوفهم التيك توك والكلام اللي بيحصل ده والطفرة اللي حصلت في المجال الإلكتروني. طبعا القانون ده بينظم العلاقات دي علشان خاطر ما يتمش الزج بأي سيدة أو أي بنت. دي على فكرة دي نقطة خطيرة جدا والحقيقة بيتمخض عنها مشاكل غير طبيعية قد تصل إلى يعني إلى الموت بالعكس. دي حقيقة. فإحنا القانون ده نظم الموضوع بتاع تنظيم الاتصالات حتى الصور حتى العلاقات. أنا عايزة أقول لك إن أي تفاصيل أي صورة بتتحط اتكلم فيها وليه عقاب ليه حتى لو استعملت الصورة لو تم استعمال صور أنثى بدون رضاها فبيتم الحبس توصل العقوبة لحد سنتين. لو تم تسجيل مكالمات بيتم العقوبة فيها برضو لحد سنتين. ولو تمت لو اقترنت بجناية فهي بتبقى حبس عقوبة الحبس. المسألة بقت بنقول أنا لما بشوف مشكلة حصلت لبنت أو مشكلة حصلت لسيدة وإنها ما هيش عارفة أنا ببقى مش بدي اللوم على الأم أو الأب إن هم ما عندهمش ثقافة ما يقدرش يقول البنت ما تخافيش الحاجات دي كلها بقوا بيعرفوها. العائلة بقت في جزر منعزلة يعني بالزبط. كل واحد يعني حتى لو لو لو, لو هم حطوا صور ساعات بيركبوا صور كده نعم. دلوقتي في التركيبة في الحاجات الحديثة دي بتتعرف ويحدث نوع من الابتزاز يعني. ما هو ده اللي احنا بنقول عليه مجرد. طب هقول لحضرتك حتى لو وقع حقيقية لو حصل وقع حقيقية فعلا وتم ابتزاز المرأة أو السيدة بالواقع الحقيقية اللي حصلت فده برضو بيقع تحت طائلة القانون والحبس فيه لأن لا يجوز أبدا إنك إن يتم نشر أي صور بالنسبة لأي مرأة بدون استئذان. مش صور بس صور وتسجيلات نعم. ومواقف ومواقع بدون استئذانها ورضاها يعني لازم ترضى الأول وتقول له أنا رضيت أو مش عايزة أقول إحنا بنوصل لدرجة إن لو حتى هتكتب الكلام ده علشان خاطر يقدر ان هو ينشر صوره ليها حتى لو كانت الصوره دي حقيقيه فبيتم معاقبته طبقا لقانون تنظيم الاتصالات. فده شيء كان رائع من الدوله المصريه انها في فتره الطفره اللي بتحصل احنا بنجاري التقدم الاحداث والتقدم يعني بالظبط يعني المساله ما كانش قانون عقيم. احنا ما كانش عندنا حاجه زي دي. كانت البنت ممكن تيجي لها رساله او صوره متركبه ونبقى ما احناش عارفين كانت حقيقيه او لا وبتبقى مشكله وفضيحه بقى في العائلات وازاي وما نقدرش الكلام ده كله بقى مش موجود. بتتعرف وبيتجاب التليفون او الولد اللي عمل كده وبيتم معاقبته وحبسه وبيتم حبسه فعلا من اول مره يعني مش مثلا هياخد كذا جلسه لا خالص حتى مجرد اللفظ لو اتقال على التليفون ده برضو بيتم معاقبته فيها. فده طفره شديده جدا وطفره وصلنا لها بمساعده القياده السياسيه والدوله. طيب انا هستأذن حضرتك هنتابع هذا التقرير ونستكمل معك الحوار. متابع بناتي وسيدات النيل وصانعات السعادة والنماء عظيمات مصر لكونها شريك أساسي في التنمية فكان تمكينها اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا ضرورة ملحة لتحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة وصولا لجمهورية جديدة تليق بالدولة المصرية. ولقد حرصت القيادة السياسية على دعم المرأة المصرية ومساندتها ومنحها الحقوق كافة التي تمنح للرجل ومواجهة أوجه التمييز كافة التي تتعرض لها في المجتمع في ظل تحديات ليست باليسيرة وذلك من خلال وضع استراتيجية متكاملة لتمكينها مع وضع إطار تشريعي يحقق هذا التمكين وآخر تنفيذي
يمكنه تحويل نصوص القانون والدستور إلى إجراءات تنفيذية تعزز مشاركة المرأة بشكل فاعل في المجتمع وفي كل أجهزة الدولة، بالإضافة إلى دعم وتفعيل دور المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة مع العمل من خلال الإعلام والدراما ووسائل التواصل الاجتماعي على تغيير القيم والمفاهيم المجتمعية التي تؤثر بشكل سلبي على المرأة وتفعيل دورها. ووضعت الدولة خططا وطنية لمواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة باعتباره من أخطر الممارسات. وعلى مستوى السياسات الصحية خصصت الدولة المزيد من الدعم لبرامج مساندة المرأة، وتشتمل هذه المخصصات على توجيه مليارات من ميزانيتها لبرامج صحة المرأة وبرامج الحماية الاجتماعية وبرنامج تكافل وكرامة والمعاشات ودعم برامج التأمين الصحي للمرأة المعيلة. أما على مستوى سياسات التمكين في مواقع صنع القرار، كفل وعي القيادة السياسية والدستور المصري حصول المرأة على المناصب القيادية في دوائر صنع القرار في تاريخ مصر، حيث ارتفعت نسبة التمثيل في البرلمان لتصل إلى 28% وفي مجلس الشيوخ ل 14% وفي مجلس الوزراء ل 25% وفي المجلس القومي لحقوق الإنسان ل 44%. وتحتل مصر المركز الثاني على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عدد الوزيرات في الحكومة، ولأول مرة تشغل المرأة المصرية منصب نائب محافظ البنك المركزي، كما شغلت منصب أول رئيس لمحكمة اقتصادية وأول مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومي، كما شغلت المرأة المصرية منصب أول رئيس للمجلس القومي لحقوق الإنسان. بالمرأة المصرية وعزيمتها ستحيا على الدوام مصر العظيمة. مرحب بحضراتكم مرة أخرى سيادة المستشارة. كنا بنتحدث عن قانون تنظيم الاتصالات ونستكمله الآن بالنسبة لما يحدث للمرأة المصرية من سلبيات نتيجة هذا. أكيد زي ما القانون فيه إيجابيات الخاصة بالسيدات، في طبعا في سلبيات كثيرة جدا للأسف احنا بنشوفها وكل الناس بيشوفوها. طبعا الموضوع ده غير مقبول تماما، دي مش أخلاقياتنا أبدا. احنا أخلاقياتنا معروفة ان احنا مسلمين ولنا أخلاقيات وكلنا صعيدة، يعني كلام ده كله مش مقبول، ودي بتبقى نسبة بسيطة جدا. المرأة المصرية مرأة محترمة جدا وكلنا نعلم تماما أخلاقياتنا. النسبة البسيطة اللي بتحصل بالتجاوزات اللي احنا بنشوفها دي، طبعا زي مليكي هو عليكي طبعا. زي ما بيديكي القانون الحق وانه بيحميكي، فهو برضو بيحميكي من السيدات اللي بتندرج تحت المناظر اللي احنا بنشوفها دي للأسف. طبعا هم بيتم القبض عليهم فعلا وتتبعهم، وبيتعاقبوا عقوبة بتوصل لحد سنتين، لأن ده شيء مخل بالأمن، احنا بنعتبره مخل بالأمن الوطني حتى، لأن ده طبعا شيء تشمئز منه أي حد، حتى الأسرة المصرية تشمئت. الوضع ده مش صح. فبرضو القانون زي ما ليكي هو عليكي. طيب نيجي عند دور القوى الناعمة في الحقيقة تنوير، يعني احنا ممكن يكونوا اللي بيقوموا هذه الأعمال نتيجة جهل، يعني أكيد مش عارفين ان هم ممكن يصلوا إلى الحبس نتيجة جهل. فممكن نتكلم عن دور القوى الناعمة في نشر ثقافات معينة بالنسبة للمرأة وتوضيح أمور كثيرة، هو منها طبعا الإعلام طبعا والدراما المصرية. حضرتك شايفة الإعلام دوره مهم جدا، لازم يبقى فيه برامج كتير قوي بتتكلم على السلبيات دي، مش لازم نظهرها صحيح على السطح عشان ما تبقاش حاجة انت بتظهري حاجة، لكن على الأقل بدل ما نظهر تظهري حاجة تقدر السيدة اللي بتعمل كده تخاف. في ثقافة لازم الإعلام يثقف السيدة إن ويديها حتى وعي إنك أنت حتى اللي هم بيبقوا ماشيين بالطريقة دي تعرف إن نهايتك في الآخر هتتحبسي. الوضع ده مهم جدا بالنسبة للإعلام حتى، ودور المسلسلات ليه ما يطلعوش، بس طبعا ما يطلعوش تملي إن الستات معظمهم بالطريقة دي، لا طبعا، بس يطلعوا نموذج سيء
عشان ويبقى له عقاب شديد عشان حتى يبقى فيه رد على الكلام ده، لكن ما يبقاش هو نموذج زي اللي بيطلع ان ده نموذج ممتاز وحاجة جميلة وهي ده اللي بيجيب فلوس وكلام فارغ. طبعا انت لازم الاعلام والمسلسلات يعرفوا ان في نفوذ ضعيفة. هو بالفعل في مسلسلات يعني بالظبط مذيعة بتتناول هذه القضية وفي النهاية بالفعل في رسالة بتوجه. عايزين يبقى فيه سبوت على الموضوع وما نكلمش ونعرف ان في نفوذ ضعيفة، لازم نقول لها ان في نعمل لها ردع داخلي ان المساله مش سهله، انك مش مجرد تطلعي تصوري فيديو او تنشريه على التيك توك بمنتهى الابتذال للسيده اللي بنتي ممكن للاسف بيتقال عليها انها سيده مصريه. فلازم حتى لما بيتم القبض عليهم لازم الكلام ده يتعرف، ما يبقاش كده نقل الفيديوهات دي اتشالت، لا ما ينفعش. انت وده ما بيعتبرش تشهير برضو عشان بس الوضع الكلام يبقى واضح ان التشهير كمان